باراك رافيد في موقع أكسيوس: مسؤولون أمريكيون يعتقدون أن اتهام نتنياهو لإدارة بايدن يضر بالجهود المبذولة لتجنب الحرب في لبنان. ينقل رافيد عن 3 مسؤولين في إدارة بايدن قلقهم من أن تصرفات نتنياهو تخلق هوة بين البلدين الحليفين، وأن الفيديو الذي نشره نتنياهو مؤخراً حول حجب الولايات المتحدة أسلحة عن إسرائيل هو أولاً أمر غير صحيح، وثانياً أن تصريح نتنياهو هذا يزيد من تآكل قوة الردع الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في نظر زعيم حزب الله حسن نصر الله وإيران. وأيضاً فإن الخلاف الجديد بين نتنياهو وإدارة بايدن يعيق الجهود الدبلوماسية الأمريكية الإسرائيلية لتهدئة التوترات على الحدود اللبنانية وتجنب الحرب مع حزب الله. ويختم الكاتب بالقول إن فريق بايدن مصدوم من جحود نتنياهو. كات لونسدورف في موقع إذاعة NPR: بالنسبة للإسرائيليين المقيمين قرب الحدود مع لبنان، تبدو الحرب مع حزب الله وكأنها حتمية. في تقرير ميداني تقول الكاتبة أن حالة الخوف من هجمات حزب الله دفعت سكان المناطق الحدودية الإسرائيلية إلى مغادرة منازلهم والعيش في فنادق أو عند أقارب لهم في مناطق متفرقة، كما هو الحال بالنسبة لكريات شمونة التي يقول عمدتها إن غالبية سكانها البالغ عددهم 24,000 شخص توزعوا على أكثر من 460 مكاناً في إسرائيل، وإن عودتهم لمنازلهم مرتبطة بإزالة خطر حزب الله، ما يعني أن الحرب أصبحت مجرد مسألة وقت. جوناثان سباير في وول ستريت جورنال: لا مجال لإضاعة الوقت بينما يحرق حزب الله شمال إسرائيل. يقول الكاتب إنه رغم حرب غزة وفتح الحوثيين والميليشيات العراقية جبهات أخرى عبر إطلاق مسيرات وصواريخ تجاه إسرائيل، فإن ذلك لا يقارن مع إمكانية حرب شاملة ضد حزب الله الذي يمتلك مقاتلين وسلاحاً، فضلاً عن إمكانية التحاق الميليشيات الموالية لإيران بالمعركة. رغم ذلك يرى سباير أن الوضع في شمال إسرائيل لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه الآن، وأن الدولة اليهودية بحاجة إلى استراتيجية شاملة ضد التهديد القادم من لبنان لمعالجة الأسئلة الأساسية، ومنها هل على إسرائيل تكثيف الضربات الجوية وصولا إلى بيروت؟ وهل عليها شن عملية برية لدفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني؟ علي أنفوني في موقع معهد دول الخليج العربي: إسرائيل وحزب الله تحت ظل الحرب. يجادل الكاتب بأن الصراع العسكري الشامل في شمال إسرائيل يعزز حكومة نتنياهو التي كانت أغلب عناصرها اليمينية تدعو إلى غزو جنوب لبنان، ويضيف أن توسيع حرب غزة عبر استفزاز حزب الله ودفعه إلى رد فعل غير مناسب قد يؤدي إلى صراع مع إسرائيل ربما يجر الولايات المتحدة إلى صراع ضد حزب الله. ويختم الكاتب بأن إيران تستخدم حزب الله لتشتيت تركيز قوات الدفاع الإسرائيلية عن غزة، لكن طهران غير مهتمة بحرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري أمريكي في الصراع مما يؤذي وكيل إيران الأبرز.